بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مسيو أحمد معوض من مدرسة منارة الأقدام الثانوية بالفيوم. وهنبدأ النهاردة أول حلقات للصف الثاني الثانوي. هنبدأ بيونيتي A ديكري لوكارتي. ديكري لوكارتي اللي هو بمعنى إيه؟ وصف الإيه؟ الحي الساكن. وصف الحي إيه؟ الساكن. هناخد النهاردة جزء من الجرامير بتاع الدرس ده. وأول جزء عندنا هو البريبوزيسيون. البريبوزيسيون اللي هي حروف الإيه؟ حروف الجر. طبعا حروف الجر عندنا مقسومه حاجتين، وانا بس مستمره جزئين اهو قدامكم. ادر وات دو يعني على اليمين، من ادر وات دو يعني على اليمين، اجوش دو يعني على اليسار، اكوتي دو يعني بجانب، اونور دو يعني في الشمال، اوسود دو في الجنوب، اليست دو في الشرق، الويست دو في الغرب، وانفاس دو انفاس دو يعني في مواجهه. طيب كل دول لو انت ركزت معايا كده في الناس بتاع سنه ثانيه، لو بقول له ركز معايا هنا هيلاقي كله هنا واخد حرف الجر ايه؟ دو. طيب هل معنى ذلك ان هم بياخدوا حرف الجر دو فقط؟ لا، ده مش معناه ان هو بياخد حرف الجر دو بس، ده بياخد حرف الجر دو المدغم على حسب الكلمه اللي جايه بعديه. لو الكلمه اللي جايه بعديه مثلا مذكر هياخد دو كوم مثلا دو لي سي. لو الكلمه اللي جايه بعديه مؤنث هياخد دولا كوم دو لا بوست. لو الكلمه اللي جايه بعديه بدا بحرف متحرك هياخد دو الا وسطاف، زي دو لوبيرا دو لوبيتال. لو الكلمه اللي جايه بعديه جمع دي جاردا، احنا طبعا عارفين علامه الجمع في الفرنساوي الاس او الاكس، تمام؟ يبقى احنا على حسب الكلمه اللي جايه بعديه احنا ما بناخدش الدو دي، لا احنا بناخد الدو. لان ده دايما موضوع سؤال في